الأمينة العامة للحكومة سيدة مريم محمد نور تقدم بيان باسم الحكومة ردا على الحديث الصحفي الذي قدمه الأمين العام لمؤتمر أساقفة جات. وزير الثروة الحيوانية يطلق مشروع دمج المنتجات الحيوانية لإنتاج الألبان بمقاطعة الدمامة. السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية العربية من العاصمة أنجمينا. ردنا على حديث الأمين العام لمؤتمر أساقفة تشاد الذي طالب فيه الحكومة بتنظيم استفتاء عام حول مخرجات وتوصيات المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة بدلا من مصادقة البرلمان على المخرجات، جاء رد الأمين العام للحكومة مريم محمد نور في هذا البيان أمام وسائل العامة والخاصة. السيد دونك المندوب العام إيف ألانغومي قال حاليا بلدنا قاعد في حالة أنا كريز سوسيال، وقال في الوطن حصل قاسية دبس الحكومة قررت تسوي ريفورم على الانستيتيشن، وقال البروجي السرينا ده المشروع على الكونستيتيشن الدستور على الريبوبليك الرابع الجمهورية الرابعة ده يعني المالجي الناس كلها كوافقوا فوقها، كل التشاهدين ما وافقوا فوقها، وقالوا ده لازم الحكومة تقدمه بريفرندوم. وبعدين حج أشياء كتير، وفي الأخير قام حج لنا بمادة 224 عن الدستور عن 30 مارس 1996، قال المادة دي قالت التخيير عن الكونستيتيوشن اللي يبقى بريفرندوم. لكن قراية القروه هنا كونستيتيوشن هنا 30 مارس 86 ده وهو الريفيزي في سنة 2005 وسنة 2013 ده قراية هم القروه دي قراية دي ما في دربها. إيشان شنو؟ الارتيكل المادة ال 224 تحجي في كلام هنا الريفيزيون ده ما يقدر يبقى، كان الرئيس الدولة ده عنده بوفار اكسبسيونيل ده ما يقدر يخيره، وثانيا كان بريزيدان دي ريبوبليك انتريمير خطه كله ما يقدر يسوي ريفيزيون ده المادة ال 224 ده كلمت فوقه. دونك كلام هنا السيد ألانغومي قال كشغل ده بيجا ما 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 حد فوق الناس ما بعرفوا شنو الكائن كله ده كلام ده كلام ما صحيح. اولا دي اولا الريفورم الحصة اني نجمينا فوق ده هو قايد في البروغرام بوليتيك انا رئيس الدولة، والبروغرام بوليتيك ده قدمه وقت الانتخابات انا سنة 2016، وبعدين الشعب انتخب للرئيس ده لانه هو وافق بالبروغرام بوليتيك حق القدماء وقال بيسوي ريفورم. داير نعمل نداء، نعمل نداء للكونفرنس ايبيسكوبال حنا الكاثوليكيين ولليدر حنا الاديان الثلاثه الكبار الكاثوليكيين البروتستان والمسلمين يمشوا في خدمتهم القمه فوق على السمحه ده حنا الديالوج ان بيناتهم انتر ريليجي ويخدموا للافه والتعيش السلمي ان بين التشاهدين. شهدت الساحة السياسية التشادية اليوم ميلاد تجمع سياسي جديد يسمى بالتجمع الوطني للتغيير، والذي أعلن انشقاقه رسميا من الجبهة الوطنية من أجل التناوب والتغيير الفناك. هذا ما كذب المتحدث باسم هذا التجمع الجديد الدكتور محمد إساء السنوسي. نحتفل اليوم في هذا المكان بمناسبة إعلان التجمع الوطني للتغيير، والذي يتكون من الأحزاب السياسية التي انشقت من الجبهة الوطنية من أجل التناوب والتغيير الفوناك، وشاركت في المنتدى الوطني الشامل لإصلاح المؤسسات. بعد الاجتماع الذي انعقد بتاريخ الأربعاء 28 مارس 2018 ميلادية لتقييم فعاليات المنتدى الوطني الشامل، تبعه اجتماع تأسيسي لهذا الجسم الجديد بتاريخ 8 أبريل 2018، حيث حضره ممثلو الأحزاب السياسية الثلاثة
المعارضة التي انشقت من الفوناك والتي شاركت في أعمال المنتدى الوطني الشامل لإصلاح المؤسسات، وهم حزب الأمل، حزب السلام، وحزب المناضلين. ويهدف هذا التجمع لتحقيق الأهداف الآتية: أولاً المساهمة في تثبيت أركان الديمقراطية الحقيقية بتشاد، ثانياً العمل الدؤوب في تنظيم الانتخابات الحرة والشفافة ذات المصداقية، ثلاثة استخدام كل الإمكانيات المتاحة للأحزاب السياسية في تحقيق أهدافها. إن أهمية مشاركتنا في المنتدى الوطني الشامل لإصلاح المؤسسات للدولة تتلخص في الآتي: أولا تأكيد مشاركتنا في المنتدى الوطني الشامل لأنه تمت فيه مناقشة قضايا مصيرية تمس المصلحة العليا للبلاد، ثانيا متابعة تطبيق مخرجات المنتدى الوطني الشامل على أرض الواقع للتوصل إلى النتائج المرجوة من تنظيم المنتدى الوطني هي إصلاح مؤسسات الدولة، ثالثا تأكيد دعمنا للجمهورية الرابعة والمساهمة في توطيد مرتكزاتها الأساسية وظهورها على أرض الواقع. شهدت عصر أمس قاعة الاجتماعات البلدية الدائرة الأولى مناسبة انطلاقة أنشطة تحالف جديد يضم 12 جمعية مدنية. هذا التحالف يهدف إلى دعم قرارات المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة. تقرير حسن جدا عمر. إنه تحالف يضم عدد من الجمعيات المدنية الريفية والحقوقية وغيرها، أطلق عليه اسم تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل دعم ومساندة قرارات المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية. وعلى حسب أمينه العام انبث قد فكرة تأسيسه عقب مشاركة بعض أعضائه في المنتدى الوطني الشامل، وإن هذا اللقاء يهدف إلى شرح أهداف التحالف لمناديب الحارات ورؤساء المربعات، كما يعد نقطة انطلاقة أنشطة التحالف. الناس الشاديين كلهم الداخل والبر هم شاركوا وأنطوا رأيهم، والرأي الأنطو ده بس نحن ندور التنفيذ هنا لمصلحة السلامة والتعايش السلمي وخاصة الوحدة عن التشاديين كلهم. بس أي زول كان قبلته ده في دائرة حقا في كاري حقا ده، يعني أي زول عند الناس وعند جويد بقدر ممكن يفهم له. نحن نحس المواطنين في الدائرة الأولى عليهم التوعية الشاملة من أجل أن نقف ضد الأعداء الذين يتربصون للدولة ويحاولون أن يقفوا عقبة دون مخرجات هذا الحوار الوطني. هذا وأن التحالف يضم 12 جمعية مدنية تحمل نفس الرؤى والأفكار التي ترمي إلى مساندة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو لتحقيق أهداف الجمهورية الرابعة. نظم صباح اليوم الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد بالتعاون مع جامعة الملك فيصل بتشاد محاضرة حول مخرجات المنتدى الوطني، كان ذلك بحضور الأمين العام للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد. تقرير أدم حسن المكاوي. مخرجات المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي كانت هي العنوان العريض لمحاضرة الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد لصالح طالبات جامعة الملك فيصل. الأمينة العامة للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي في بداية المناسبة استهلت الحديث بالتعريف بالاتحاد وأهدافه الرامية إلى تطوير المبادرات النسائية. المنتدى مرض ب74 قرار وبخمسة توصيات. أنتوا الكوادر الأمباشرة كيف تدخلوا في المول الجديد عشان تشادي برقوا الناس هالجباوة الجديدة دي التشادية، المرأة التشادية بكارثة قاعدة وتقدر تمشي تخدم في أي مكان. بعدها تدخلنا العضوات في الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد بعرض ملخص أعمال المنتدى الوطني الشامل حسب فصوله الستة، موضحنا القرارات والتوصيات التي خرج بها المنتدى في كل فصل على حدة، لتأتي بعد ذلك فقرة تقديم الأسئلة والاستفسارات حول ما دار فيما يخص الإصلاح المؤسسي. وبعد الانتهاء من المحاضرة أشار نائب رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد إلى أن الجامعة تدعم الاتحاد وستكون كمنبرا لنشاطاته، مؤكدا في الوقت ذاته بأن العنصر النسائي في الجامعة هو أكثر تفاعلا من غيره. نحن في جامعة الملك فيصل نعشم الاتحاد العام للنساء في تشاد أن ينفذنا التوصية التي كان يسعى إلى تنفيذها المرحوم الإمام حسين حسن البكر، وهي إنشاء الثانوية النموذجية للبنات. هذا مشروع يهمني جدا، لأن نحن في الجامعة إذا لم نجد
منبع لتكوين المرأة في المراحل الإعدادية والثانوية تكوينا أكاديميا يساعدنا في تأهيلها جامعيا. ونشير إلى أن الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد تأسس في العام 2016 وهو يهتم بقضايا المرأة. أطلق صباح اليوم رئيس حزب الديمقراطيين من أجل الاستقلال الشامل حملة توعوية لمناضله لصالح مخرجات وتوصيات المنتدى الوطني الشامل. تقرير أرجو محمد أحمد. إن توعية مناضلي ومناضلات حزب الديمقراطيين من أجل الاستقلال الشامل حول مخرجات المنتدى الوطني الشامل الذي أقد في الفترة ما بين 17 من مارس وحتى 29 منه وتبيين البنود والمواضيع باعتبارها ضرورية وملحة للغاية وصالحة للقائد الشعبي العريضة، هذا ما لفت انتباه رئيس حزب الديمقراطيين من أجل الاستغلال الشامل بتنوير مناضليه حول مستجدات ومخرجات المنتدى الوطني الشامل. من لمن هي نقدة أجنا كي وكلام وغنى فوق ده كل كي الناس الجا في فورم ده قال سوق النسودة فيدراسيون ده لسا ما لرنا ما تم وقال النسو إتا فورتمان ديسنتراليزي قال لي تشاد ده قد وي بس مثل زمان وقسمون 10 و7 بروفنس من بريفكتور أول 14 بس يقسم. كما طلب رئيس الحزب من المناضلين والمناضلات الاهتمام بالمستجدات التي خرج بها المنتدى الوطني الشامل وتوصيلها إلى كافة فئات المجتمع التشادي وأخذها بعين الاعتبار، معلنا بذلك وقوف الحزب وتأييده وراء رجل الحرية والديمقراطية لتحقيق الخطط التنموية المستدامة. وصل يوم أمس وفد من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة الأمين العام الإقليمي لإقليم إنيدي شرق وصل إلى مدينة أم جرس حاضرة الإقليم، وذلك لتوعية المناضلين بضرورة دعم ومساندة توصيات وقرارات المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة. تقرير موفد التلفزيون الزميل هارون أباده. بروح وطنية عالية وصل وفد الحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة الأمين العام للمجلس الإقليمي لإنيدي شرق حسين عبد الله كري وحاضر أريجة تيدي وتجاني ميس وعلي محمد شوا وأعضاء آخرون بالمجلس إلى مدينة أم جرس حاضرة إقليم إنيدي شرق، وتهدف الزيارة إلى التحضيرات لإطلاق حملات التوعية حول مخرجات وقرارات المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة الذي انعقد مؤخرا في العاصمة إنجمينة من جهة، ونقل رسالة الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ جمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو، والتي مفادها ضرورة التعايش السلمي والوحدة الوطنية من جهة أخرى، لذا فقد استقبل الوفد بحفاوة بالغة. وفور وصول الوفد فقد زار مقر المجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة أم جرس وعقد اجتماع عمل مع مسؤولي المجالس الفرعية للمقاطعات والمراكز الإدارية التابعة لإقليم إنيدي شرق، وقد ضمت سلسلة الاجتماعات هذه نشطاء آخرون يمثلون المنظمات الشبابية إلى جانب التجمعات النسائية، وذلك للتشاور والتفاكر لوضع خطة عمل لتعبئة المناضلين والمناضلات وتحديد ظرفي الزمان والمكان المناسبين لتنظيم اللقاء الجماهيري بمدينة أم جرس، والذي من المقرر أن يجمع كافة شرائح المجتمع بالمنطقة، بحيث أن الرسالة التي حملها الوفد هي شأن وطني من الدرجة الأولى. الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداي عباس عبد الكريم بدر يختتم جولته التوعوية حول مخرجات وقرارات المنتدى الوطني والتي شملت معظم المقاطعات والمراكز الإدارية التابعة لإقليم وداي. تقرير محمد نصر الدين. بعدما شارك في المنتدى الوطني الشامل الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم وداي عباس عبد الكريم بدر، التقى مع مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بمركز إداري مرفا شيشان شوكويون أبكر بييري ومركز إداري أبدي
الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ بوداي قد قدم رسالة من رئيس الجمهورية ومؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ. هذا وإن عباس عبد الكريم بدور أوضح للمناضلين فوائد الجمهورية الرابعة، وعليه أن في كل المراكز الإدارية التي زارها وفد الحركة الوطنية للإنقاذ حيث وجد استقبالا حارا من قبل المناضلين والمناضلات. في مركز إداري مرفأ شيشان طلب الرئيس طه محمد علي من المواطنين الأخذ بعين الاعتبار كل التوجيهات من أجل ازدهار الحزب. أيضا وفي مركز إداري شوكوين قد طلب الرئيس عمر محمد دهب من كل مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ إلى وحدة الصف من أجل تنمية شوكوين. كما تطرق في ذات السياق حسن تيت جمعة رئيس مركز إداري أبكر طالبا من المواطنين تطبيق توصيات مخرجات الجمهورية الرابعة. في بييري عبر رئيس المركز أمين محمد صالح أنا عظيم فرحته مناشدا المواطنين بتقديم مطالبهم للوفد من أجل النظر فيها بهدف تنمية المنطقة. في ذات السياق أطلق الأمين العام الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم البطحاء إبراهيم سنوسي الحملة التوعوية حول الجمهورية الرابعة. تقرير محمد طاهر الحر. مدينة آتية كانت المحطة الأولى لحملة الإخبار والتوعية حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل التي أطلقها الأمين العام الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بالبطحة إبراهيم سنوسي إمام. كل المدن والمراكز الإدارية بالإقليم ستشملها الحملة وفقا لرئيس لجنة التنظيم الحاج محمد مكة، وأن الحملة ستكون فرصة لأعضاء المجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ لتعبئة المناضلين والمناضلات بالمناطق المستهدفة للبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة. هذا وبعد دقيقة صمت ترحما على روح الأمين العام الإقليمي السابق آدم جيجو الذي توفي قبل أيام، جاء تقديم الرسالة التي تناول فيها إبراهيم سنوسي إمام نقطة بعد نقطة محتويات التقرير الشامل لأعمال الملتقى الذي انبثقت عنه فكرة إنشاء الجمهورية الرابعة. رئيس الجمهورية قال هو نظم الفوروم، والفوروم ده ولد أشياء كثيرة، من ضمنهم رئيس الوزراء ما في، نائب رئيس ما في، معناه الرئاسة هي تدير العمل. والرئاسة شنو؟ العمل ده كله نزل في كتف عن رئيس الجمهورية. مدام نزل في رئيس الجمهورية علينا بخصنا بصفتنا ميليتان عشان نساعده يطبق الشيء الفرام مرق به. ونشير إلى أن المحطة القادمة ستكون أم حجر حاضرة مقاطعة البطحة الشرقية. وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد نظيف يوسف أطلق صباح اليوم بمقاطعة الدبابة أطلق أعمال مشروع المنتجات الحيوانية بحضور العديد من المسؤولين الإداريين والتقليديين من منطقة الدبابة. تقرير رما جبرين. في ظل هذه الأوضاع الراهنة تؤكد كافة الإشارات والاحتمالات أنه رغم التحديات المتصاعدة يوميا والتي يمكن أن تهول دون تحقيق وتنفيذ عدة مشاريع مماثلة في البلاد، ولهذا الصدد فإن الإرادة القوية لأصحاب القرار والمسؤولين المحليين بمقاطعة الدبابة لم تكن هذه الأسباب آئقا لهم في الاندفاع نحو التنمية المحلية. وعليه أطلق رسميا الدكتور محمد النظيف يوسف أعمال مشروع قيادة تجربة دمج المنتجات الحيوانية في منطقة تقع على عبود 17 كيلومترا عن مدينة بوكورو. وتتطابق انطلاقة أعمال هذا المشروع مع النداءات المتكررة للرئيس الجمهوري إدريس دبي تنو لشركاء التنمية للقدوم إلى البلاد بهدف الاستثمار. هذا ما ورد في كلمة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور محمد النظيف يوسف، وأضاف أن انطلاقة مثل هذا المشروع يعتبر له أهمية كبيرة لقطاع الثروة الحيوانية.
قال إن هذه الفرصة ستؤزز من تقوية العلاقات التعاون القائمة بين إيطاليا والبلاد، واصفا هذه البادرة بالفكرة الرائعة التي تدخل مباشرة في النظرة الثاقبة لرئيس الجمهورية. والمشروع ده فوق أشياء كثيرة، موضوع تربية الأبقار عشان يطلعوا منها لبن، الأغنام، وبعد ده فوق حاجات آخرة من اللبن كله. والمشروع ده الشيء كيف يدفق ما في حتى الوساخة أجلكم الله، البعر عنده دور في المشروع ده، فإن شاء الله بيقلل ناس اللي بيستفودوا، ناس ميتوا بيستفودوا، ناس بوكرو كله بيستفيدوا، والدبرتما كله بيستفيد، وإن شاء الله بوكرو تكون مصدر هنا اللبن يودوا أي مكان، سواء أنجمينا أو سمان أفريق سنترال كله إن شاء الله. من ناحيته ممثل مجموعة روتاكيت الإيطالية في إفريقيا بيكار لوران قال إن هذا المشروع سوف يقوم بإنتاج حوالي 500 لتر من الألبان الطبيعية، وكذا وضع آلية لمعالجة فضلات المواشي. لتحقيق نتائج أفضل ستجرى دراسات أخرى معمقة حول كيفية تربية المواشي، كما ذكر أنه يضم هذا المشروع سلخان حديثة واسعة، وإنها بالتأكيد سيكون لها انعكاسات إيجابية على السكان المحليين. قدمت مؤسسة القلب الكبير معدات زراعية للتجمعات النسائية بإقليم وادي فيرة، كان ذلك بحضور مثيلة السيدة الأولى رئيسة البعثة السيدة شمس الهدى أبكر كذادي. تقرير محمد حسن آدم. تنفيذا لخطط واستراتيجيات السلطات العليا في البلاد الرامية إلى تعزيز قطاع الزراعة باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وتنمية العالم الريفي ومواصلة للأنشطة الخيرية والإنسانية لمؤسسة القلب الكبير ووقوفها الدائم بجانب المحتاجين والضعفاء، جاءت مناسبة تقديم المعدات الزراعية للتجمعات الزراعية والجمعيات النسائية بإقليم وادي فيرة، حيث بدأت المداخلات بكلمة المندوب الإقليمي للشؤون الاجتماعية نورين عبد العزيز حجار، وتلته كلمة رئيسة بعثة مؤسسة القلب الكبير السيدة شمس الهدى أبكر كدادي، والتي أشارت في حديثها إلى الهدف من تقديم هذه المعدات الزراعية. المؤسسة القلب الكبير تقديم معدات، والمعدات ده لأن المرأة هي رئيس الأسرة، رئيس المجتمع، من أجل رئيس المؤسسة القلب الكبير سيد البلاد الذي يكون دائما تكاتف وتساند الجمعيات النسائية من أجل التحسن المجتمع على السكان التشاديين. هذا وقد شهدت المناسبة قراءة مذكرات شكر وعرفان لرئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو على دعمها المتواصل للجمعيات النسائية. محافظ مقاطعة بلتن عبد الله عبد الكريم وري شكر هو الآخر مؤسسة القلب الكبير على هذه البادرة الإنسانية والإنمائية، كما حث المستفيدات على الاستخدام الأمثل لهذه المعدات بغية مضاعفة الإنتاج وتحسين أوضاعهن المعيشية. نظمت صباح اليوم سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد يوما إخباريا بإحدى فنادق العاصمة أنجمينة، ترأس المناسبة مدير الموارد البشرية بحضور العديد من المدعوين. تقرير أحمد خميس جمعة. سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبوسطة تنظم يوم العامل الدورة التاسعة تحت شعار المهنية في عمل سلطة التنظيم. كانت في صدارة الافتتاح الرسمي كلمة رئيس النقابة الوطنية لعمال سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبوسطة جيدو بوم تيديرو، الذي أكد للحضور بأن يوم العامل يسمح للعمال التفكير حول المواضيع الأساسية التي تهمهم مهنية ودراسة
دراسة التوصيات المرفوعة في العام الماضي، وتمنى رئيس النقابة من العمال المساهمة بأفكار بناءة تدفع بالعمل المهني نحو الأمام، كما طلب منهم أن يكونوا قدوة في ميدان العمل. مدير الموارد البشرية ممثلا للمدير العام لسلطة تنظيم الاتصالات أشاد بجهود العمال ودورهم في إرساء دعائم السلام الاجتماعي، مضيفا أن الإدارة ستبذل قصارى جهدها في تذليل الصعاب للعمال من كل النواحي لتأدية واجبهم على الصورة المطلوبة. وعلى هامش الافتتاح أعرب مدير الموارد البشرية عن انطباعاته حول اليوم الخاص للعامل. أهمية أنا شو النواحي ده في الفورماسيون، أنا بخدم ده كان سوا سنتين، لازم نار متودي في التدريب بعلم فورماسيون بيجي بتنبزيدة قدمة لتلقى منها تستفيد منها زيادة. لا عشان ده نقول لهم اللازم المهم ده أي مشاعر ده يلقوا سالير عام وبعدين نلقلهم فورماسيون للتذكير، ستنتهي فعاليات اليوم برفع التوصيات الصادرة إلى الجهات المختصة. نظمت صباح اليوم دائرة التأمل والتوجيه بشأن دعم الاقتصاد التشادي بتعاون مع بلدية الدائرة الأولى والإدارة العامة للضرائب أسبوعا إخباريا بالدائرة الأولى حول أهمية الضرائب وحث المواطنين على دفعها. تقرير إز الدين الأمين نصر. إن هذا اليوم الإخباري الذي أطلقته دائرة التأمل والتوجيه بشأن دعم الاقتصاد التشادي بالتعاون مع بلدية الدائرة الأولى والإدارة العامة للضرائب يدخل في إطار الهموم المشتركة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث يتعلق هذا اليوم بتوعية مواطني الدائرة الأولى بأهمية دفع الضرائب. عمدة الدائرة الأولى محمد إبراهيم صيام لدى افتتاحه لفعاليات هذا اليوم سرد تفصيلا للإنجازات التي حققتها بلدية الدائرة الأولى رغم الصعوبات التي اعترتها وتهرب المواطنين من دفع الضرائب، ودعا الشركاء إلى التعاون مع البلدية لتعزيز المنجزات ودعم مشروع التنمية الذي تبنته بلدية الدائرة الأولى. أما رئيس دائرة التأمل والتوجيه بشأن دعم الاقتصاد الشادي فقد أشاد بإنجازات بلدية الدائرة الأولى والنجاحات التي تحققت خصوصا مجال البنية التحتية والشراكات التي أبرمتها البلدية مع الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية التي تنشط في مجالات دعم التنمية ومؤازرة برامج الدولة. هذا ومن المقرر أن تشمل الحملة الإخبارية هذه مختلف دوائر العاصمة أنجمينا. نظمت صباح اليوم جمعية العمل من أجل حب الوطن والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع بلدية أنجمينا حملة توعوية واسعة لصالح تجار سوق الغلال هنا في العاصمة أنجمينا حول النظافة. تقرير ابتسام موسى وقراءة آدم حسن المكاوي. تعد النظافة من الأشياء الأساسية لحياة المجتمعات الحضرية، لذا فإن الحكومة تسعى جاهدة من أجل توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وذلك عبر حملاتها التوعوية التي تنظمها لتفهيم المجتمع بأن النظافة ضرورية في حياة المجتمعات والشعوب. وفي هذا الإطار نظمت جمعية العمل من أجل حب الوطن والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع بلدية أنجمينا حملة توعوية واسعة لصالح عمال وتجار سوق الغلة بغرض توصيل الرسالة إلى أكبر قاعدة شعبية. وقد تخللت المناسبة مداخلات عدة جلها تنصب حول أهمية النظافة التي تعد من الأساسيات. رئيس جمعية العمل من أجل حب الوطن والتنمية جمعة عبد الرحيم أوضح في مداخلته عن الاهتمام بالنظافة وكيفية العناية بالنظافة ومكافحة الأوساخ، كما طلب من السكان بضرورة حفر البلوعات لجمع مياه المراحيض. عشان كده أنا ندورة نقول شنو البيزار ده، ما البيزار اللي انتو تعرفوا بيزار، بيزار ناس كان نادو ما عنده قروش ده ما يقدر يسوي بيزار الباكو بيزار، كان نادو يقول له يسوي بيزار ده طوالي بيقول لك انا سايب شنو انا قروش ما عندي. عشان كده اي نادو يقدر يسوي على حسب قدرته. بدوره النائب الثاني لبلدية أنجمينا صالح كوشي محمد قال بان النظافة هي من ضروريات الحياة. جينا ما لا جينا عشان نسانسيبيليزي ليش كوميرسان على السوق الله عشان يشيلوا مهمتهم في كلام السنتي، كلام مثل العربي ورو الجبل الشيخ كلورا النظافة انت الإيمان. والجدير بالذكر بأن مثل هذه الحملات التوعوية التي تقوم بها الجمعيات والبلديات تجعل العاصمة أنجمينا خالية من الأوساخ وتقضي على الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الأوساخ.
هذا كل ما لدينا من أخبار محلية. نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. نلقاكم دمتم.